في بعض الناس يقول شاءت الأقدار. الكلمة هذه منتشرة لدى بعض الناس، يقول شاءت الظروف، شاءت الأقدار، شاءت قدرة الله. هذا ما يجوز الكلام. الله تعالى لا تنفصل منها القدرة عن ذات الله عز وجل. هي قدرة الله تعالى. الله تعالى هو الذي يقدر هذا الشيء، والله يقدر الليل والنهار. لكن شاءت الظروف، شاءت الأقدار، هذا كلام ما ينبغي ولا يصح. الصحيح قدر الله تعالى ما شاء فعل، شاء الله تعالى بقدرته أن يحصل هذا الشيء. واضح؟ شاءت الظروف، شاءت الأقدار، هذا كلام محرم ما يجوز. يجب علينا أن ننبه وتنبه أكثر الناس اللي يتكلمون بهذا الشيء. واضح؟